إذن السلام عليكم الإخوان، في هذا الفيديو نحاول نهضر على استعمال ديال دو و داز. أنا دو داز ام از ار، هادو كيستعملوا لي السؤال. كاين الناس اللي كيتخربقوا ليهم كيفاش يطرحوا السؤال هنايا، هادو كاملين كيتحسبوا طريقه واحد الطريقه ديال السؤال، كاملين عندهم نفس المعنى، كيعني هل باللغه العربيه. دو داز ملي كتكون في الاول، دو ملي كنطرحوا السؤال بدو او لا داز او لا ام ولا از ولا ار، هادو كاملين عندهم نفس المعنى، كتعني باللغه العربيه هل. اوكي مزيان. اذا ملي كيكون عندنا دو خصنا نعرفوا باللي ملي كنستعملوا دو كيكون موراها سبجكت بلاس فيرب. دو بلاس سبجكت بلاس فيرب. دائما كيقولوا دو يو سبيك انجلش، دو يو لايك تنس، دو يو بلاي فوتبول. اذا دائما دو او لا داز كيتبع سبجكت بلاس فيرب. دو زائد سبجكت، دو ولا داز زائد سبجكت بلاس فيرب. ولكن از و ام و ار او لا ام و از و ار، هادو كيتستعملوا مع الصفات او الاسماء. مثلا غنقولوا هل انت، هل انت كريم، ار يو كريم، ار يو كريم. هل انت مغربي، ار يو مراكن. هل انت ان طنجة، مثلا هل انت في طنجة، ار يو ان طنجير، ار يو ان طنجير. عندنا إز، مثلا نقولوا إز شي فاطمة، هل هي فاطمة، إز شي فاطمة. إذا كان هو كنقول إز هي آدم، إز هي آدم، إز هي يور براذر، هل هو أخوك، إز هي يور براذر. Am I for example like we say am I speaking Chinese, am I speaking Chinese, why you don't understand me, am I speaking Chinese. Or am I crazy, am I crazy to speak with you. For example, am I intelligent, am I intelligent. يعني هل انا ذكي، يعني فحال اللي كطرح السؤال على راسك. اذا دائما is و are و am كيعنيو هل، do does كتعني نفس الشيء هل، غير الفرق بيناتهم do كنستعملوها مع الافعال، و is و am و are كتستعمل مع سواء adjective plus adjective or noun. okay، هذا غير الناس اللي كيكون عندهم الخلط بين دو داز كيفاش يستعملوه، واش غنقولوا دو يو اندرستاند ولا ولا ار يو اندرستاند. يعني في هذه الحاله كتستعمل ار مع الصفه و دو بلاس سبجكت بلاس فيرب. اذا اللي ما فهمش شي حاجه في هذه القضيه، هذه القضيه سهله، كنتمنى تكونوا فهمتوا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.